بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. والنهارده الجمعه، فطالما هو الجمعه يبقى عندنا تحليل فني ممتع مع دكاتره التحليل عمر عبد الله ومحمد عماره، والامور الفنيه في افضل حالتها، الاهلي في كاس العالم للانديه، وبالتالي حديث مهم عن الناحيه الفنيه. وقد تكون الأمور الفنية ليست على أفضل ما يكون بالنسبة للزمالك بعد لقاء النهاردة، ولكن هنتكلم في كل الجوانب الفنية اللي تخص الفريقين مع اختلاف المنافسات. ده إن شاء الله بإذن الله هيكون في الجزء الثاني. خلينا ناخد، تقولي إيه؟ معايا على التليفون كابتن مختار بالختير، قائد وكابتن فريق شباب بلوزداد. برحب بيك، أهلا وسهلا بيك وتحياتي ليك. شكرا، السلام عليكم ومرحبا بك. برحب بيك يا كابتن مختار، وخليني اسالك، هل كنت تتوقع الفوز على نادي الزمالك في ارضه ووسط جماهيره على استاد القاهره؟ والله احنا من الاول كنا عارفين ان المقابله ما راحش تكون سهله، لان فريق الزمالك فريق كبير وعنده خبره كبيره. صح اللي هو عنده مشاكل كثير وما قعدش يعمل في نتائج ايجابيه، لكن احنا قلنا البطوله وكاس افريقيا مش كيف كيف، لكن احنا استغلينا الضعف اللي موجود عند نادي الزمالك وقرينا كويس الزمالك. ايه ابرز نقاط الضعف اللي حفظها لكم الكابتن نبيل الكوكي قبل الماتش؟ والله هو المدرب نبيل الكوكي قال ان عندهم معناها في مشاكل في الدفاع، وبعدين كما نقولوا في الامام صح عندهم، كان محضرنا من لاعب بيلتو ليس بيل جزيري، لكن احنا غلقنا كل المساحات في زيزو بجزيري، وكنا عارفين احنا راح نسجل. المدرب قالنا لازم نصبر ولازم نلعب كوره وراح نسجل، على ذلك كنا عارفين انه فريق الزمالك راح تكون ضغط كبير عليه، خاطر يعمل في نتائج مش كويسه، وعلى ذلك احنا كنا جايين لهنا جايين على اساس نعود بنتيجه ايجابيه. كيف حرمتم الزمالك من الخروج بالكرة من خط الدفاع إلى خط الوسط؟ المتابع للمباراة سيجد أن هناك رقابة لصيقة فرضت على لاعبي خط الوسط في نادي الزمالك، سواء عمرو السيسي أو دونجا. هل هكذا كانت تعليمات الكابتن نبيل الكوكي ولا لا؟ في تعليمات، لأنه الوسط لما شفنا المقابلات كلهم هما ما يمشيوش للأمام، يحبوا معناه يديروا اللعب، لذلك المدرب قالنا لازم دوما ندخلوا في المقابله لازم نعملوا بريسينج، ما نخليهمش يلعبوا كوره ما يديروش علينا الدونجي، لذلك جي بونس اللي نجحنا احنا كيما نقولوا في التعليمات اللي اعطانا المدرب، على ديك غلقنا لعنا الرافد، كنا قادرين نفوزوا باكثر من 2 ولا 3. الحمد لله احنا عدنا بنتيجه ايجابيه اللي راح تسهل علينا الماموريه ان شاء الله في الثقه ان شاء الله. علمت انه رئيس البعثه كان متواجد معاكم في غرفه الملابس منذ قليل، ايه ابرز حاجه قالها لكم بعد المباراه؟ والله هو يشكر اللاعبين كامل وطاقمهم، لانه رئيس جديد هو اول مقابله ليه معنا. وكان حفزنا قبل المقابله، واحنا كنا حابين نفوز المقابله هذه، لان الحاجه الاولى كنا دخلنا في التاريخ في فريق جزائري فاز على الزمالك هنا في القاهره. ده حقيقي. هذه حاجه كما نقولوا تفرحنا كثير، وان شاء الله احنا قاعدين نخدموا في شكل بالنسبة لكم كبيرة يا كابتن مختار أن تسجلوا التاريخ على الزمالك في القاهرة.
صح، هي مقابلة كما قولوا كانت في تاريخ، لأنه يعني ما في حتى فريق سوسايري فاز على الزمالك. صحيح. على ذلك كانت عندنا كما قولوا القوة، كنا موتيفي أكثر من فريق الزمالك. كان عندكم دفع أكثر. كانت عندنا دفعة كبيرة باش نفوز من المقابلة، لأنه كنا عارفين باللي فريق الزمالك لو 15 دقيقة 20 دقيقة لو ما راح يسجلوا هنا راح شموري يدور كما يقولوا يولي ضدهم يضغط عليهم. يضغط عليهم كثير، كما كان عرفنا كيفاش نجيريو 30 دقيقة الأولى. تحكمنا في المقابلة جيدا كما قلت لك، كنا قادرين نفوزوا. الحمد لله ربحنا 1-0 من أكثر وأقوى، هو أهم حاجة توقع إن شاء الله في المقابلة هذه، إن شاء الله عرض لك الفريق الكامل إن شاء الله. كابتن مختار بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، واكيد بتشرفونا في بلدكم الثانيه مصر، ونتمنى لكم كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرك شكرا جزيلا كابتن مختار بالختير، قائد وكابتن فريق شباب بلوزداد الجزائري. علشان بس تبقى انت فاهم الجيم في الكرة عامل ازاي، الجمهور بيبقى عامل من العوامل المستخدمة احيانا كدافع واحيانا كمان كعامل ضغط على الفريق. الرسالة قد تكون غير مباشرة، الراجل بيقول لك احنا قلنا نص ساعة عندنا صبر عشان الجمهور يبتدي ضغط على فرقة الزمالك. خليك فاهم الرسائل دي في الكرة، الاستخدام لكل الوسائل موجودة في الكرة. على كل اللي أنا كنت بقول لك عليه، إنه أحد أهم أفراد الجهاز الفني في نادي الزمالك، وده يمكن كان عندي اتصال هاتفي بيه قبل ما أدخل على الهوى، يفكر وبشدة في التقدم باستقالته، احتراما وتقديرا لجمهور الزمالك بعد نتيجة النهاردة، ولأنه لأسباب كتيرة تخص النتائج وقد تكون ايضا خارج الاداء الفني، هناك احد اهم افراد الجهاز الفني يفكر وبقوه التقدم باستقالته من الجهاز. ماذا قال فريرا المدير الفني لنادي الزمالك عقب الخساره؟ نتابع مع حضراتكم. Acho que o Zamalek, a equipa do Zamalek fez uma boa exibição hoje. شايف انك عرض جيد النهارده من مباراه الفريق الزمالك. Fez um bom jogo. عملنا مباراه جيده. Mas na linha daquilo que tem acontecido nos jogos anteriores, a equipa não foi feliz. Coisas muito estranhas vão acontecendo durante estes jogos todos. E acabamos por perder um jogo num penalti que eu tenho algumas dúvidas, bastantes dúvidas até. Num jogo em que, com uma equipa forte como esta, nós somos capazes não só de controlar o jogo como ter mais ocasiões de golo até que o próprio adversário. Todos nós sabemos que a situação do Zamalek não é boa, está em uma série de problemas que têm existido à volta da equipa e à volta do próprio clube. Eu quero deixar aqui uma reflexão minha que, como é evidente, vale o que vale, aquela é a minha opinião. Eu voltei para cumprir o meu contrato, como sabem, estive fora durante uma semana ou duas, e voltei só com uma intenção de ajudar o presidente, o Amir Mortada, que tem feito um trabalho excelente num projeto que evoluiu o ano passado, e vocês não se podem esquecer que o Zamalek o ano passado ganhou a taça e ganhou o campeonato e a taça. Mas há uma série de questões que têm vindo a acontecer que não têm sido favoráveis, e eu estou disponível, e por isso me disponibilizei para ajudar, para tentar que o grupo se junte e se une todo para melhorarmos as nossas performances. Portanto, eu estou aqui para ajudar, mas não queria deixar de vos fazer notar que quando eu ouvi, enfim, a insatisfação dos fãs, que eu percebo, eles querem ganhar e não estão habituados a perder jogos,
الجماهير ليها حق انها عايزه تفوز وشايفه كش جو مومنتو دو نو جونتارموس تودوس جه الوقت ان احنا نتحد فيه كلنا مع بعض او بريزيدنت يا امير كي سون اكيلس كي تاين فاس كارا 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 دو كلوب ريلاسيون فوتبول النادي ونحن تودوس ان كونجونتو كو جوغادورز فامس تيموس اوبريغاسيون تيموس اوبريغاسيون من ناحيه اداريه نون ديشار كاير نون ديشار كاير او مومنتو اتوال mas bem pelo contrário levantar o que temos neste momento na mão. Os jogadores estão na cabine tristes. Os jogadores sabem o jogo que fizeram, sabem que este resultado não é justo, mas este junta-se a outros tem vindo a acontecer. Eu já aqui vim antes e deixei ficar uma palavra de desapontamento em relação a alguma, em alguns jogos em que não senti que a equipa tivesse uma atitude boa. Mas hoje estou aqui a dizer que todos os jogadores, desde o primeiro minuto, se entregaram ao jogo com responsabilidade, com muito querer e, acima de tudo, no cumprimento de um plano que foi perfeito. E às vezes nesses planos aparecem penaltis como este, aparece uma outra lesão que somos obrigados, e hoje fomos obrigados a mexer. Mas também fica aqui aquela palavra de desânimo quando temos 4, 5 situações para fazer um golo e não conseguimos. E, portanto, isso só acontece por uma razão: falta de confiança. E nós temos que adquirir essa confiança. Os jogadores têm que estar em campo mais confiantes, não podem estar estressados. E por isso é que eu acho que aquilo que temos de fazer é criar um bom ambiente para que os jogadores voltem ao nível que já tiveram. طيب خليني اقول لك جزئيه مهمه. جمهور الزمالك مبرر جدا حالة الزعل أو الغضب اللي هو يبقى موجود فيها. يعني أنت تتكلم دايما الجمهور ده بياخدش حاجة، يعني ما فيش مكسب، فيش مكسب، يعني مكاسب الجمهور وتحديدا هنا حدد، لأن أنا بتكلم على الزمالك فبتكلم فقرة الزمالك، فجمهور الزمالك في اللي احنا بنشوفه ده في الظروف دي كلها. أنا بقول لك أنا تخيلت يعني أنه بعد التعثرات دي كلها يحصل نوع من انواع الاحجام عن التواجد في الاستبس. لقيت الجماهير موجوده، جمهور الزمالك وافي جدا، مخلص جدا لابعد درجه، مش لحد، مش للعيب مش لاداره، مش لمخلوق. جمهور الزمالك وافي لشعار نادي الزمالك، لتاريخ نادي الزمالك. فالتواجد بتاع الناس والوعي عندهم دايما طول الوقت على الحته ديت يعني. ولذلك الحاله اللي هم متضايقين طبعا لظروف الفرقه. ودايما خد بالك من نقطه، الجمهور ما بيتكلمش على اللي فات، الجمهور مش دعوه باللي فات، اللي فات ده في التاريخ حلو، شكرا، متشكرين جدا، كتر خيرك، جزاك الله كل خير، عايزين اللي جاي. اي جمهور في الدنيا كده، وخاصه الجماهير بتاعت الانديه الجماهيريه اللي بتجيب بطولات زي ما احنا بنتكلم كده على الزمالك. وكرر تاني مره تانيه انه احد اهم افراد الجهاز الفني بنادي الزمالك يفكر في التقدم باستقالته من جهاز فريرة بناء على النتائج واحتراما وتقديرا لجمهور الزمالك. طيب ماذا قال نبيل الكوكي المدير الفني لشباب بلوزداد؟ نتابع مع حضرتكم. بالنسبه لنا احنا المباراه كنا نعرفوها باش تكون صعيبه، لانه فريق الزمالك نتبعه فيه، فريق الزمالك هذه مما لا شك فيه معناه فريق كبير. صحيح. والفرق الكبيره ثم ديما ما تختارهم، ثم اوقات تختارهم لرده الفعل. كنا خايفين من اليوم من رده الفعل، معناها اللي رد الاعتبار والمصارحه مع الجماهير نتاعهم. كنا نعرفوا اللي ثم رد فعل، شفنا بريمير ميتون في الشوط الاولاني تقريبا 15 دقيقه جسينا نبض شويه وسيرنا المباراه. الشوط الاولاني ما كانش لان كنا نحن مخطئين ولا الزمالك كان مخطئ، لانه الزمالك حتى الزمالك كان تقريبا ديكروس على على على, على, على الاجناب، بس ما ثماش فرص واضحه. الشوط الثاني عملنا شويه تعديل في بلاسمون صغير في الوقفه نتاع البين صغير، اعطينا زيد النصائح وانه باش نلعبوا الكره الهجمه السريعه والكره في العمق. الحمد لله توفقنا باش نسجلوا، اكيد جدا، وانه معناها ثلاث نقاط مهمين، ولكن مازالت المجموعه مازلنا كي بدينا، وان شاء الله ربي اللي جاي خير ان شاء الله. والله شوف ممكن مش نفاجئك، اكيد جدا انت عندك المعلومه، وانه في الجزائر معناها كل مباراه نلعبوا تقريبا قدام 15 20 الف كل مباراه،
فريق البلوزداد فريق كبير، فريق كنا نعرف باش تكون مقابله صعيبه لانه يعني تلعب ضد فريق الزمالك الكبير في مصر وكبير في افريقيا، هذا ما فيش حتى شك. مقابله كنا باش تكون معناها باش تكون اكثر تركيز، اكثر معناها اللي باش تكون اكثر تركيز تكتيكيا اللي باش ينجح في في نقاط معينه اكيد جدا وانه باش ينتصر. لعبنا معناها حاولنا معناها نسكروا او نقصوا من نقاط القوه نتاع الزمالك اللي هما معروفين تقريبا، اللي بوا معروفين، نقاط معروفين، والملاعبيه معناها انا جكروها من ملاعبيه نمن بالملاعبيه هذوما من بدايه الموسم. لا شوف ما تنجمش تدرب معناها فريق كبير كيما بالوزداد وتحضر مباراه على التعادل، لا اكيد جدا وانه نحضروا المباراه ديما على الفوز بالطبيعه. ثم استراتيجيه نتاع المباراه، ثم معناها كيفاش تاخذ المباريات تقسمها على اجزاء. الحمد لله معناها اليوم تمكننا معناها الملاعبيه، خاصه نشكر برشا 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 الملاعبيه اللي كانوا في المنتخب، لانه ثم سته لاعبين تقريبا لعبوا الماتشات الكل، مقابلات الكل، مباريات الكل، معناها كانوا مؤتعبين. حاولنا نعملوا لهم لي سوا معناها كل ما هو ريكوفري، تمكننا كيف نحيي الملاعبيه اللي قعدوا معايا وما عندهمش نسق مباريات، ولو عملنا معناها التربص في تونس وعملنا ثلاث مباريات الدية، ولكن الحمد لله الملاعبيه الكل كانوا يد واحده. برافو الملاعبيه على التعب، مبروك الجماهير، مبروك الملاعبيه، مازلنا ما عملنا شيء، هذه بدايه نتاع 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 مجموعه، ولازمنا نركزوا اكثر ونكونوا سيرتو. الحاجه السلبيه اليوم في شباب بلوزداد هو الرتاج اللي صار، معناها تضييع الفرص اللي صار، لانه مع فرق مش في كل مباراه باش يجيوك خمسه سته فرص. انا دونك ممكن المره الجايه تخلصها غالي، ان شاء الله نتعلموا نقتلوا المباراه باللغه الكوره معناها. الراجل بيقول لك كمان انه كان ممكن شباب بلوزداد كمان يجيب اكتر من جول، وقال لك الحاجه اللي مش عجباني النهارده في فرقتي ان هي تضيع كل الكم ده من الفرص. حقيقه واقعه اللي بيتكلم فيه كابتن نبيل الكوكي. من الزمالك الى الاهلي في كاس العالم للانديه بعد الفاصل السريع الجاي، القلعه الحمراء. باختصار شديد، الأهلي مشرف. الأهلي رغم الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 4-1 إلا أنها نتيجة غير معبرة عن سير المباراة على الإطلاق، لحد يمكن الدقيقة 90 والنتيجة 2-1 لريال مدريد. أنت تتحدث عن فوارق في الإمكانيات بجميع أشكالها بين بطل تشامبيونز ليج اللي فاز على كل العمالقة اللي في أوروبا، وقلتها وبقولها، أن تجاري هؤلاء، أن تضاهي هؤلاء، والأهم من كل ده أمام هؤلاء بقى ما بينفعش نضيع. أمام هؤلاء الفرصة بجول عشان مش هتيجي تاني. فلما تيجي الإحصائية بعد الماتش يقول لك عندك 6 فرص قدام ريال مدريد، فانت قدمت اداء فني محترم، ولكن النتيجه بالظروف بتاعتها هتدي لك المؤشر الطبيعي لاختلاف وللفوارق الفنيه. ومع ذلك انا الحقيقه بحيي مارسيل كولر، هذا الرجل لديه عقليه جريئه في التعامل مع الاهلي، وهو يدرك اسم وحجم وشعبيه الاهلي، والاهم من كده ان هو عنده الشخصيه. اتفرج عليه كره عايز الشناوي يلعب بسرعه، عايز قفش يلعب بسرعه، انقل اللعب. ده مش واحد بيخاف، ده شبه الاهلي، ده شبه تاريخ الاهلي اللي هو رايح دايما رايح ناحيه البطولات. الاهلي مشرف، وايا ما تكون الخساره اللي بقى اراها غير معبره، النتيجه كانت ممكن تقف عند 2-1، والهدفين اللي دخلوا هم هدفين يمثلوا لك الفوارق الفنيه ما بين الكرة في افريقيا والكرة في اوروبا،
وباختصار شديد تشوف الجول الثالث وانت تعرف انه هناك مجريات الامور مختلفة. والفكرة دائما ان انت ما عندكش معدل الاحتكاك. اقسم لك بالله احنا لو عندنا الاندية المصرية، وانا هنا بتكلم على الاهلي فاخصص على الاهلي، لو عندك نادي زي الاهلي بيروح ويلعب مع الناس دي كتير في كل المناسبات، انت هتاخد عليهم وهتتجرأ عليهم وهتبقى دينيتك كده. انما انت دايما عندك حاجز الرهبة، وانا هقدر ولا ما اقدرش. في لعيبة ما تقعد مش مصدقة برضو، وفي لعيبة في الملعب في, في, في الماتش اللي فات ده تحديدا بقى، لا رجالة مصدقين نفسهم. حسين شحات مصدق نفسه، محمد هاني مصدق نفسه، عبد المنعم شخصية، حمدي فتحي نفس القصة، عمرو السولية كده. يعني في لعيبة مصدقة، وده السواد الأعظم من فرقة النادي الأهلي. فدي حاجة حلو، حاجة مشرفة. لو احنا عندنا القدرة على الممارسة بكتير قدام الفرق اللي شبه كده، في يوم من الأيام هنكسب. يعني ما هتكسب ليه؟ عشان هتتجرأ. ده طبيعي في كرة القدم. الأهلي عنده ماتش مهم قدام فلامينجو. اللقطة اللي هوريها لك دي مهمة، مهمة جدا. مارسيل كولر النهاردة بعد صلاة الجمعة، اديني حب أكتر أديك الشوق يا سكر، نزلوا المزيكا يا جماعة. ملهاش لازمة المزيكا، ملهاش لازمة خالص. الراجل قدام حضراتكم اهو على الشاشة، اللي قدام وأنا متعمد أجيب لك الصورة دي تحديدا، ده مارسيل كولر. ده مين؟ المدير الفني للنادي الأهلي. وزع شوكولاتة للاعيبة الاهلي. الراجل اللي قدامه ده مين بقى؟ ايمن اشرف المستبعد من القايمة. بص الابتسامة، بص المكسب، الروح اللي جوه قط اللبس بتاعت النادي الاهلي، الحياة اللي جوه النادي الاهلي، ان هم مقدرين الموضوع كله. بص، لا ارجع حلوة اللقطة اللي فات دي، ارجعها لي. بص جمال الراجل واقف لهم على الباب مستنيهم يخلصوا صلاة ويديهم بعد ويخرجوا ويديهم شوكولاتة. انا بقول لك اديني حب اكتر اديك الشوقه سكر، زي ما قال عباس حموده. وادي شادي حسين وبتاع، شادي برضو خارج، مش موجود في القايمه. فكل الحاجات دي هتدي لك انطباع عن الاجواء جوه معسكر النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اللي جاي كمان يكون احسن، وماتش فلامينجو الاهلي يعمل فيه شغل كمان فني احسن. تعالوا نروح بقى لزميلنا العزيز احمد عبد الباسط معانا عبر زوم علشان يقول لنا اخر الاخبار والتفاصيل والاستعدادات لهذا اللقاء. يا عبد الباسط اهلا وسهلا بيك وتحياتنا ليك، واخبار المغرب ايه على حسك؟ مساء الفل يا كابتن ابراهيم، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. خليني اقول لك انه في البدايه انه الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يحضر ماتش بكره، ما حضرش الماتش اللي فات لانه كان تعبان وعنده برد، وبأوامر من الدكتور اتمنع ان هو يروح المباراه اللي فاتت. لكن ان شاء الله سالت قبل ما اطلع معاك هيحضر مباراه بكره ان شاء الله، وعمل اجتماع النهارده كمان مع اللعيبه وكان داعم ليهم. خليني اقول لك انه الاتحاد الدولي اخطر النادي الاهلي ان هو هيبعت له الفلوس بتاعه المركز سواء الرابع او الثالث في منتصف مارس، والاهلي كده ضمن مبلغ من 2 مليون دولار يا 2.5 مليون دولار. كمان اللعيبه كلها سليمه، بس المشكله في اجهاد عند عدد كبير جدا من اللعيبه، وده مخلي كولر قلقان شويه. وهقول لك اسباب القلق، انه الراجل لما البعثه جت قعدوا في طنجه شويه وراحوا تطوان، وبعدين رجعوا طنجه، وبعدين راحوا الرباط، وبعدين رجعوا امبارح لطنجه. كل التنقلات دي بتبقى بالاتوبيس، فده كان امر مرهق جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للعيبه النادي الاهلي. هذا الامر تعب اللعيبه وتعب الجهاز الفني، ولكن في النهاية كولر من خلال معلوماتنا مش هيقل عن 4-5 تغييرات بكرة في تشكيل بكرة، لأنه هو برضو حاطط في حسبانه مباراة الهلال السوداني اللي هيلعبه يوم 18 في السودان. يعني هو هيدي اللعيبة يوم واحد راحة يوم الاثنين اللي جاي لما يرجع مصر، وبعد كده يتدرب ويسافر، عنده ملحمة مباريات. أنا كنت أقول لك يعني من بعض هذه المفاجآت، يعني ممكن ما تلاقيش ديانج بكرة في التشكيل بتاع المباراة، ممكن ما تلاقيش متولي في تشكيل المباراة، ممكن ما تلاقيش محمد هاني في تشكيل المباراة، ونفس الأمر ممكن ما تلاقيش أحمد عبد القادر في تشكيل المباراة. عشان كده إنه هتلاقي مشاركة لخالد عبد الفتاح، لياسر إبراهيم مثلا على حساب متولي، هتلاقي في الحتة بتاعت أحمد عبد القادر طاهر محمد طاهر، هنلاقي بيرسي تاو ممكن تلاقي له مركز جديد بكره في نص الملعب مع مروان وحمدي فتحي. فالراجل بيحاول يرتب ورقه في الملعب علشان هو مخضوض شويه من الفتره اللي جايه بتاعه تلاحم المباريات، عنده ماتش يوم 18 ويرجع يلعب اسوان يوم 21، وعنده 25 و28،
فهو بيفكر في ده برضه على قد ما هو بيفكر في المركز الثالث. ولكن من دلوقتي خليني اقول لك انه في تغييرات مش هتقل عن 4 أو 5 تغييرات بكره في التشكيل يعني. صحيح. طيب سمعت انه هناك متابعه للاعبي النادي الاهلي من خلال كشافين، صحه الامر من عدمه؟ والله بص، هو النادي الاهلي فعلا في كشافين، بس ولكن هم بيتواصلوا دائما مع اللعيبه مباشره، لان النادي الاهلي قافل، ودوافع النادي الاهلي في كده انه قافل على اللعيبه انه احنا في معسكر نمره 2، انت مفيش فتره انتقالات دلوقتي، فتره القيد لسه خلصانه، واللعيبه بتاعه الاهلي هو ده رد النادي الاهلي. انا سالته الوكلاء اللي بيحاولوا يجوا الاوتيل ويقعدوا مع اللعيبه، قال انه لعيبه الاهلي مش صغيره، معروفين، مش ماتش واحد هو اللي يفرق معاهم او الكلام ده، ولكن لا، في عروض عربيه يعني خليجيه كمان، خلينا اقول للاعيبه النادي الاهلي، وان كان حسين الشحات شويه، محمد عبد المنعم شويه، بعض لعيبه النادي الاهلي في وكلاء بيجوا، وفي وكلاء موجودين لكل لاعب البطوله، خصوصا اللعيبه اللي موجوده من بيتابعوا ويراقبوا، بيتابعوا ويراقبوا اللعيبه، وده شغلهم. البطولات دي بتبقى شغلهم، بطوله المحليين في الجزائر، بطوله كاس العالم للانديه دلوقتي في المغرب، ده شغلهم. ولكن زي ما قلت لك كده، يعني لو حطينا الخطوط الحمراء بس على موضوع التشكيل، يعني التشكيل ده مهم بالنسبه للنادي الاهلي بكره، انه في عناصر كتيره من الاساسيين مش هيبقوا موجودين في التشكيل. طيب اسالك سؤالين بسرعه، هل في اي اخبار عندك، وعايز اجابات سريعه عشان الوقت بس، هل في اي اخبار عن عقوبه كهربا تدفع ولا لا؟ اي اخبار ولا ما عندكش اخبار؟ لا، كنت هجاوب عليه، انه النادي الاهلي وكهربا تضامنيا هم قرروا ان الغرامه هتندفع خلال الستين يوم، مش هيوصلوا لفتره الايقاف الست شهور الا اذا الاستئناف اتعمل وخلاص، وتم ترحيل المده وان هم يدفعوا بعد كده بشويه، مفيش مشكله. لكن القرار اللي اتخذ انه الاهلي مع كهربا هيتم دفع الغرامه، كهربا ابلغ النادي الاهلي قال لهم خلاص انا لعبت، فانا قولوا لي اتحمل مبلغ من عقدي، اتحمل ايه، وانتوا تكملوا لي الباقي او تدخلوا لي معلنين في هذا الامر، ولكن الغرامه اتخذ قرار ان هي هتدفع يعني. طيب اخر سؤال واجابه سريعه، في اي جديد في القيد في موضوع الزمالك، ولا احنا لسه واقفين عند نفس الموضوع ده خارج السياق بتاع الاهلي؟ انقسام داخل اتحاد الكره ما بين الاعضاء، شويه مؤيدين وشويه معارضين، لسه برضو ما فيش جديد. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز المتالق، وان شاء الله باذن الله برضو نكون متواصلين معاك بكره، بس بعد ما يكون الاهلي كسب لقائه امام فلامينجو. بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز احمد عبد الباسط معانا من المغرب. النهارده كان المقاولين العرب وغزل المحله، والمقاولين العرب وانطلاقه اصبحت صاروخيه، لان المقاولون العرب بيفوز على غزل المحله بثلاث اهداف دون مقابل. عبد الرحمن خالد جبنا قدام حضراتكم، هو نعرض لكم الاهداف، بيسجل في الثواني الاولى من المباراه. بص ادي السنتره، ادي باص، ادي الثاني ما كملش، الثاني ثم باصه ثالثه، اسند وشوط، وربنا وعدنا الموسم ده باهداف كلها سريعه في الدوري المصري. جوزيف اوشايا بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 93، ثم عمر فتحي مع الثواني الأخيرة بيسجل الهدف الثالث. أنا قلت 63 ثم هدف مع الثواني الأخيرة بيسجله عمر فتحي. معايا على التليفون كابتن معتمد جمال المدرب العام للمقاولين العرب. كابتن معتمد مساء الفل، تحياتي وببارك لك، الف مبروك المركز الرابع عن جدارة عن استحقاق، الف مبروك مكسب النهارده. ابو خليل يا حبيبي ربنا يخليك، كتر خير، ربنا يبارك في عمرك يا رب. خليني اسالك، يعني المسيره تحسنت كثيرا جدا جدا، وذهب المقاولون العرب بعيدا الاول، بس اديني رؤيتك للقاء النهارده سريعا. والله زي ما يعني حضرتك قلت، يمكن الحمد لله بدايتنا كانت يعني مش احسن حاجه، يمكن اتعادلنا اول 3 ماتشات في الدوري، كانت في ناس قلقت من بعد ما احنا ختمنا الموسم اللي فات 5 انتصارات من 6 ماتشات، فكله الناس كانت تقول ليه مش مكملين على نفس المستوى. فاحنا الحمد لله كنا مطمنين، لان احنا معانا كابتن شوقي عمل فرقه كويسه جدا، ومعانا مجلس اداره كان يعني ما تاخرش علينا باي حاجه، فاحنا كنا مطمنين لاقصى درجه يعني. فالحمد لله ربنا كرم بعد كده، ف يعني الحمد لله يعني. هل هدفكم دلوقتي اصبح هو الحفاظ على المركز الرابع يا كابتن معتمد ولا لا؟ احنا عايزين نروح لابعد حته في في في, في الجدول في ان شاء الله، يعني باصين على مركز معين. انت عارف يا كابتن ابراهيم اللي انت فيه، يعني ممكن
انا افرح بمركز الرابع واقعد مثلا 3 ايام وانزل بعد كده مركزين. صحيح. ده مش ده, ده مش حاجه مش هتساعدنا يعني. لكن احنا متفقين احنا كجهاز يعني ان احنا ان شاء الله يعني كل ماتش بماتش وكل كل بنحاول نجمع نقاط اكبر قدر ممكن من النقاط. صحيح. من النقاط انت عارف الدور الاولاني بيبقى اسهل شويه من الدور الثاني. ايوه. داخلين على ماتشات صعبه جدا الفتره اللي جايه. فان شاء الله يعني بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نوصل لابعد حته بسبب الدوري ان شاء الله باذن الله. كابتن معتمد ببارك لك الف مبروك وكل تمنياتنا ليكم بالتوفيق. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا. كابتن معتمد جمال المدرب العام للمقاولين العرب واطلاله مهمه لانه المقاولين هيعمل شغل محترم جدا جدا مع الكابتن شوقي غريب. كابتن شوقي كالعاده هو دايما يبتدي البدايه تحس ان هو في حاجه وبعدين ثم انطلاقه صاروخيه عملها. انا لو انتوا ترجعوا بالذاكره مع الانتاج الحربي. طيب قولوا لي بقى يا شباب قبل ما اطلع لفاصل حلقه الاثنين اللي فات احنا عرضنا في وسط الحلقه كان ديزاين محطوط لريال مدريد. ايوه هو ده. وريال مدريد والاهلي ماشي كده. ثم بلغني انه يعني الديزاين ده عمله شاب مصري شاطر مميز اسمه محمد ناصر. ولان ده حقه ولان احنا اخدناه من على الانترنت وده حقه فاحنا بنقول له اهو حقك جالك على الهواء. فبنشكرك على الديزاين الحلو ده وعلى تألقك ده والحاجات الحلوه دي بعد كده هناخدها منك وتحط لنا لوجو كمان عليها يا محمد. هبقى مبسوط جدا جدا. احنا عندنا مصريين شطار جدا 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 شباب صغيرين في السن بيعرفوا يعملوا حاجات حلوه وممتعه. محمد ناصر مره ثانيه وثالثه بشكرك علشان ده حقك. ده مش منا مننا ده حقك الطبيعي علشان ده مجهودك واحنا عرضناه عندنا على الشاشه وكان يجب الاشاره اليه. بعد الفاصل محمد عمارة وعمر عبد الله ودكاترة التحليل خليكم معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في جمهور التالتة وجي معادنا مع دكاترة التحليل اللي مشرفنا ومنورنا الجينياس بتاعنا كابتن عمر عبد الله. كابتن عمر اهلا وسهلا بيك تحياتي. اهلا بيك يا ابراهيم. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. تمام الحمد لله. وملك الارقام والاحصائيات استاذ محمد عمار. ازيك يا عمار؟ ازيك يا هيما؟ كله كويس؟ كله زي الفل يا ريس. يا رب دايما. طيب خليني نخش مع بعض على طول في الموضوع والزمالك واداء الزمالك اليوم كيف رصدته من الناحية الفنية وخلينا على طول نخش على الحالات. طيب الزمالك لسه ما زال بيعاني. جيزوالدو فريرا عاد من جديد وعاد لثلاثة أربعة ثلاثة. الراجل عرف ان أربعة ثلاثة ثلاثة مش هتجيب همها خالص. خاصة ان انت هتبقى عايز تركيبة مركبة في وسط الملعب ضعيف اساسا. النهاردة الزمالك وصل المعاناة على الصعيدين الدفاعي والهجومي. بس خلينا نوصل لنقطة ان الزمالك وهو بيبني اللعب عنده شيء كارثي. الكرة ما بتعديش على نص الملعب. سواء لعب كرة طولية او كرة على الارض. فتعال نشوف الحالات سريعا ونجيب كرتين اللي قدر فيهم الزمالك ان هو يوصل بشكل ما لمرمى شباب بلوزداد. ولكن لو بصيت هنا بالظبط هنا البيلد اب بتاع الزمالك بيبدأ من خط الظهر عادي جدا. الاثنين اللي على الدايرة عمرو السيسي ودونجا. مشي بقى الهجمة التمريرات يا ابراهيم هتلاقي الهجمة بتروح كلها من اليمين للشمال. ما بيخرجش بالكرة غير على الطرفين. ما بيعديش على نص الملعب ابدا. بيوصل الكرة هنا لزيزو. زيزو سيف الجزيري. بص حتى عمرو السيسي فاضي تماما في وسط الملعب وبيطلب الكرة. لكن تحس ان يا اما ما فيش ثقة يا اما دي تعليمات مدرب. ما توقفش الكرة في نص الملعب. كانوش مدينهم فرصه خالص. لا شباب بلوزداد ما كانوش مدينهم فرصه. لا وحتى في في الاوقات اللي هم بيبقوا فاضيين فيها لعيبه الزمالك بتختار ان هي تطلع على الطرفين. لعب وسطت هنا كوره لنيمار فلعب الكوره العرضيه ودي كانت اول كوره يبقى فيها دريبل وفيها يعني دخول في منطقه. نفس القصه تاني بيبدا الزمالك من 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 الخط الدفاع بيلعب الكوره ناحيه اليمين. بص تدوير الكوره برده هيلف كل الكوره هتلف بعيدا عن الوسط. عمر جابر هو اللي دخل في نص الملعب على فكره اللي مرر الكره اللي فاتت دي لسيف الجزيري. هتوصل الكره ما بين زيزو وفتوح. بص هي كلها مجموعه الاطراف. الكره ما بتعديش على نص الملعب لان الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في نص الملعب. وده مش تقليلا من 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 عمرو السيسي ودونجا. الكره هتوصل في الاخر على فكره زيزو. دي تسديده زيزو اللي كانت في الشوط الاول واحده من الكرات القليله اللي الزمالك شاط فيها اون تارجت. المقصود اللي يتقال ان احنا عندنا في الهجمه اربع مراحل. مرحله البيلد اب مرحله البروجريشن مرحله الاتاك مرحله الفينش.
فانت الاربع مراحل دول عشان احنا معربين البرنامج، مرحله بناء اللعب ثم تطوير اللعب ثم الهجوم ثم الانهاء. الزمالك عنده مشكله في المرحلتين اللي في النص، هو بيبيلد اب بس ولا بيعرف يطور ولا بيعرف يهاجم، لان منطقه وسط الملعب اللي المفروض تعمل كده عطلان، ما عندوش اللاعب اللي بالقدرات دي. كان بيعملها بشكل جيد في الثلاثة أربعة ثلاثة اللي كان فيه إمام عاشور، كان بيعملها في الأربعة اتنين ثلاثة عشان كان فيه ساسي، فكان دايما في لعيب عنده الفكرة دي في وسط الملعب. لما لعب أربعة ثلاثة ثلاثة حط عمرو السيسي بنفسه وظائف إمام عاشور فعطل، رجع لثلاثة أربعة ثلاثة ومفيش إمام عاشور فبرضه عطلان، فهيواجه مشكلة كبيرة لحد ما يلاقي لاعب رقم 8 يكون متنفس في الخروج بالكرة بدل الخروج من الطرفين، لأن يبقى سهل جدا على أي فريق زي ما عمل شباب بلوزداد النهاردة. نفس السؤال يا عمارة، ايه الاسباب اللي دفعت الزمالك للخسارة النهاردة؟ وانا بتكلم مع مختار بالاختير اللي هو كابتن فريق شباب بلوزداد، قال ان احنا كنا مذاكرين لعيبة الزمالك كويس وعارفين ان احنا لازم نوقف خطورة اتنين من اللعيبة زيزو وسيف الجزيري، وقال كان عندنا تعليمات ان نقطة ضعف الزمالك دايما في خط الظهر. انا هاخد من كلام الراجل، الزمالك ما عندوش جديد، ودي نقطة مهمة جدا، هي دي اللي تبقى عنوان كبير للزمالك عموما في المرحلة الجاية. الزمالك ما عندوش جديد يقدمه من الموسم الماضي، هو بيلعب بنفس الشكل وبنفس الأسلوب ولكن بأداء لعيبة أقل، وهي دي النقطة. قولي أنا حاسس إنه الزمالك النهاردة ما عندوش شخصية، ما عندوش هوية، ما عندوش قدرة على إنه ما فيش حل حتى فردي. يعني كان دايما يقولك إيه ميزة الزمالك شوية إن عطلت الحلول الجماعية في الأداء الجماعي في حتة فردية زيادة هتحصل. صحيح. مش لاقي حد، حتى زيزو اللعيب الوحيد اللي ممكن كنت تعول عليه في الحلول الفرديه اتعامل عليه النهارده رقابه قويه جدا من اتنين لعيبه، فمبقاش عارف يعمل حاجه وكل تحركاته يعني مقيدة. عشان الطبيعي ان انت ما ينفعش تستغل الفتره اللي فاتت بتاعه الموسم الماضي في الطفرات اللي حصلت لمستوى اللعيبه على طريقه لعب معينه في انقاذ موسم بشكل معين بظروف معينه، وتبتدي هي دي اللي تخليها هي السمه الاساسيه للنادي. لا، انت لازم عندك منظومه، المنظومه دي بتطور كل اداء اللعيبه، يبقى في لعب كوره او في طريقه في نهج. لو اتفرجت على ماتش الزمالك وكل ماتشات الزمالك اللي فاتت طلع فكره واحده بتتعمل من ورا، مفيش تكرار، مفيش تكرار، مفيش تكرار. النقطه الوحيده يعني لو بدانا بالحالات، يلا خلينا نخش على الحالات، هي النقطه الاساسيه من المنظر ده انت شفته كام مره. الزمالك بيبيلد اب عادي، بيبني اللعب عادي زي الفكره من عند عبد الغني. بص محمد طارق بيرجع تاني على خايف، هو اللعيبه خايفه عندها تعليم. بص حتى فتوح الكره اللي فاتت دي معلش نرجع ليها، حسام عبد المجيد بص الكوره بدل ما يلعبها له على الارض لعبها له برده الكره طويله، هو فتوح بيقول له اهدى، يعني هو فتوح واقف بيقول له يبقى انا شويه انا كده انا ما ينفعش ابقى على ارضي. الزمالك بادئ دوري ابطال افريقيا على ارضي، نمشي الحالات عادي يا جماعه واحنا بنتكلم. بص انا الزمالك برده بيحضر بنفس الفكره وبرده بلعب الطويل. طب انا لو ما لعبتش على ارضي واثبتت للمنافس اللي قدامي ان انا عندي شراسه او ان انا عايز اكسب حتى بنهج بفكر، انا مش بقول لك حتى ب 3 4 3 ولا 4 3 3، انا بادئ عايز اهاجم، انا بادئ عايز ادي اصرار ارهب الفريق اللي قدامي. بص الكره الطوليه لزيزو، بص رايحه فين، مفيش اي مغزى اكيد من اللي انا بعمله ده. انا برضو بستغل نفس الموسم الماضي سرعات الجزيري وسرعات زيزو، في اي لقطه من دول يجيب لي فاول، يجيب لي انفراد، يعمل اي حاجه، اخد الكره الثانيه في نص ملعب بالفرقه. طب بص في المقابل شباب بلوزداد الفريق اللي جاي المفروض ان هو الزمالك مستضيفه وجاي عامل حسابه، بص الراجل بيحضر ازاي، كمل امشي بالكوره، بص 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 ضغط لعيبه الزمالك، هل ده ضغط طبيعي؟ هل ده المفروض الزمالك في ارضه يضغط بالشكل ده؟ بص الراجل راح فين، الكره اتنقلت واحد لمسه واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الراجل بص وصل خلاص قرب منطقه جزاء نادي الزمالك. لما تتقطع الكره بص الازمه الاساسيه، فتوح بيلعب لزيزو، بص زيزو خلاص مقفول عليه، ترجع رجعت الكره شباب بلوزداد تاني. اذا يعني في كره تحديدا على لزيزو وهو بيشوح بايده بيقول يا جماعه اضغطوا معانا. طيب ما هو ده كده، بص الراجل لا كوره والتانيه، وتبص استلم الكوره الراجل لف لعب الكوره اللي هو عايزها الطوليه، طب ما جاتش، طب نعيد تاني. بص الراجل طالع بالكوره بيلد اب هايل جدا، مفيش ضغط خالص من لعيبه الزمالك، في اريحيه كبيره جدا، كمل الكوره، كمل الكوره، اتقطعت الكوره، رجع تاني شباب بلوزداد واخد الكوره. بص كل ده، بص على الفريم اللي بعديها، تبص زيزو بيشوح بيشوح، هو كده يا جماعه مش هينفع. يبقى ده في مشكله كبيره جدا، اولا في شخصيه الزمالك، ثانيا الزمالك ما بقاش عنده منظومه لعب. الزمالك بقى محفوظ لكل الفرق، عشان كده كل الفرق اللي بتيجي بتقابل الزمالك، ادي هو افريقيا من شباب بلوزداد وادي ماتشات الدوري، كل الفرق بتجيد وبتلعب كوره على الزمالك، لان الزمالك ما بقاش عنده حاجه يقدمها، ما فيش جديد. صحيح. ودي نقطه مهمه جدا. طيب ده ما يتعلق بالزمالك، الاسباب وكل ما ادى الى هذه الهزيمه وهذا الشكل، يعني كان تلخصتوه. استاذنكم اروح لفاصل، وبعد الفاصل الحديث عن الاهلي
وفلامينجو من زاويه مباراه الاهلي وريال مدريد في ليله مراجعه الامتحان لمباراه المركز الثالث والرابع. ان شاء الله باذن الله المركز الثالث يكون من نصيب النادي الاهلي. خليكم معانا بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم مع دكاتره التحليل، وجاي معادنا للحديث عن الاهلي في كاس العالم للانديه. ونخش في الموضوع على طول، مباراه الاهلي وريال مدريد، ومنها نروح على المنظور بتاعنا المباراه بتاعه بكره ان شاء الله باذن الله امام فلامينجو. طيب السؤال الابرز بعد مباراه ريال مدريد 4-1، هو الاهلي لعب ماتش حلو؟ ده كان السؤال. ففي ناس كانت بتقول، وانا منهم، الاهلي لعب ماتش عظيم. واحد يرد عليك يقول لك لعب ماتش حلو ازاي يا عم، دول 4، هما لو لعب وحش هيعمل ايه؟ طيب في فرق ما بين ان انت تحلل نتيجه وان انت تحلل اداء. تحليل الاداء ده حاجه ملهاش اي علاقه بالنتيجه خالص، انت بتشوف حاجه في عينك. فهل الاهلي كان ند اصلا؟ وهل الجمله دي تنفع ولا ما تنفعش؟ تعال نشوف اول صوره معانا، لان الصوره دي اللي هتوضح لك او هتديك اجابه ان الاهلي كان ند ولا ما كانش ند. دي احصائيات من المباراه، مش كل احصائيات المباراه، دي الفيسز اوف بلاي، مراحل اللعب. لا وقت الاستحواذ، دي المرحله المنطقه بتاعت وقت الاستحواذ، البيلد اب في الـ 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 في الجزء الخلفي للنادي الاهلي 22%، 34% ريال مدريد، البيلد اب في الجزء الامامي 14%، 17%، وبعد كده تطوير الهجمه اللي احنا كنا بنتكلم عليه 16 للاهلي 15 لريال مدريد، اللي قبلها كانت 14 17 يعني، ها الفاينل ثيرد 17 للاهلي 25 ريال مدريد، اللونج بول الاهلي 3% 1% لريال مدريد، الاتاكينج ترانزيشنز من 14% الاهلي 8 لريال مدريد، الكونتر اتاك 3-2، السيت بيز 9-6. المقصود من الارقام دي ان كل الارقام قريبه جدا. ايوه الارقام بتاعت نادي الاهلي قريبه جدا من ريال مدريد. فالاهلي في ارض الملعب في مراحل اللعب اللي احنا شفناها دي كان قريب ولا ما كانش قريب؟ كان ند، كان موجود في الملعب. طب ليه النتيجه كبرت؟ اول حاجه عايزين نحيي مارسيل كولر. ليه نحيي مارسيل كولر؟ لان مارسيل كولر لعب مباراه فنيه تكتيكيه حقيقيه. تخيل ان انت تقدر تلاقي ثغره في ريال مدريد وتلعب عليها وتنجح في ريال مدريد، تمام؟ طيب الصوره دي معانا، دي الاتاك دايركشنز بتاعت مباراه ريال مدريد وفياريال، تمام؟ يعني الفريق بيهاجم منين؟ واضح جدا ان ريال مدريد اللي تحت ده اتجاه الهجوم السهل ماشي، تمام؟ من عند فينيسيوس جونيور شمال ريال مدريد. طيب فياريال الناحيه الابرز في الهجوم او الاكثر في الهجوم هي الشمال بتاعته، اللي هي اليمين بتاعت ريال مدريد. ماشي بقى، خد اللي بعديها، بص هنا ريال مايوركا. ريال مايوركا الهجوم بتاع ريال مدريد برضو من الشمال. ريال مايوركا بيلعبوا منين؟ بيلعبوا منين؟ من اليمين. بص عدد هجمات ريال مايوركا من اليمين اللي هي فيها فينيسيوس جونيور وما بيرجعش، ما بيدافعش. المباراه دي انتهت بفوز ريال مايوركا الاضعف على ريال مدريد. تمام، ماشي بقى الصوره، ده الاهلي. الاهلي اللي رقم واحد عنده في الهجوم جبهه معلول وعبد القادر. ريال مدريد هاجم الاهلي من عند فينيسيوس جونيور بصمه. بص بقى الاهلي هاجم منين. هنا المدير الفني ما راحش على الجبهه بتاعته اللي بيهاجم منها، لا راح ضرب ريال او حاول يضرب ريال مدريد في نقطه ضعفه اللي اكتشفها من المباريات اللي فاتت. فينيسيوس ما بيرجعش، حط كامافينجا واحد على واحد، فانا هلعب على دي، هلعب على الناحيه. فبقى الاهلي لاول مره من سنين في وجود علي معلول يبقى الهجوم بتاعه من ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال. تعالى بقى نشوف في الملعب، لان هنا برضو يتوضح لك مين اكتر لعيب طلب الكوره. هو حسين الشحات ب60 مره، كان سوبر حسين، كان سوبر حسين 60 مره طلب حسين. ده على فكره في لعيبه شهيتها بتتفتح على المونديال زي حسين الشحات ومحمد هاني، دي حقيقه فعلا. هاني ده مونديالي، هاني عمل مباراه عظيمه. وبعدين هاني على فكره ما بيلعبش ناس عاديه، مره لاعب غريب جدا، مره لاعب فينيسيوس، وهو يا عيني كل مره هو اللي بيقع في دي. يعني على التقيل اللي في الموجود. ويا عينك ليه هو عمل ماتشين، الماتشين دولت في تاريخه، في تاريخك يا هاني، في تاريخك. ماتش البايرن وماتش ريال مدريد. بص الاسامي اصلا، ماتش البايرن وماتش ريال مدريد. فبالتالي الفكره كانت انا هضرب او هحاول اضرب ريال مدريد في نقطه ضعف. طيب عشان اعملها مش هبصي لحسين، الموضوع ليه كومباينيشن جوه الملعب. بمعنى انا عايز اعزل فينيسيوس. اعزل فينيسيوس ازاي؟ ان الكره ما توصلوش. ما توصلوش ازاي؟ انا راقب مودريتش واسيب فينيسيوس لوحده عليه دبل اب. فكانت القصه او رحله الكره، توني كروس بيبدا الهجمه، نمشي الصوره،
هنلاقي نرجع بس الفريم اللي فات ده من الثانيه الاولى اهو. اه بالظبط. انا جايب لك بص اول ملخص المباراه في اول دقيقه. يلا بينا ملخص المباراه في اول دقيقه. توني كروس بيبدا بالكره، ديانج رامي نفسه على مودريتش عشان الراجل ده ولا هيحرك الدنيا، وفينيسيوس موجود هنا عليه حسين الشحات ووراه محمد هاني، فانا بحاول اعمل دبل اب والكوره ما توصلش لفينيسيوس من الراجل ده. ماشي ماشي بقى الكوره، وصلت الكوره لرودريجو ما لعبش المودريتش عشان المفروض متراقب، اول ما لمس لفينيسيوس دخل محمد هاني على طول. ماشي الصوره اللي بعديها الثانيه 32 نفس الاحداث في اول دقيقه برضو روديجر، بص ديانج مع مين؟ مع مودريتش، فانا مش الكوره مش هتتلعب له، يروح لاعب اللونج لفينيسيوس، فالكره تتلعب لفينيسيوس ياخد الشناوي. ماشي الكره بقى هنا الشناوي بدا على، بص احنا برضو لسه في الدقيقه كام؟ الثانيه 47، بدا على مين؟ على عبد القادر. انا هنا عملت ايه؟ عزلت مودريتش لوحده، هلعب فين؟ في ظهر، العب في ظهر فينيسيوس. عبد القادر اول ما فكر لعب لقفشه، قفشه لعب لحسين الشحات، حسين لهاني، لهاني لحسين الشحات، حط محمد شريف في المنطقه اللي قدام، فبقى على طول الموقف واحد على واحد. ماشي بقى الهجمات بدون النظر الى الدقائق لان نفس القصه. بص ديانج هنا، نرجع ثانيه، بص ديانج هنا فين؟ على طول على مودريتش. ماشي بقى على طول ناخد بالنا بقى من الـ من الـ من المفاتيح الصور، فين مودريتش؟ هتلاقي ديانج، فين فينيسيوس؟ هتلاقي عليه دبل اب عشان احاول اعزله، وامشي الكوره على طول واخد منه الكوره. نفس القصه الابا، بص ديانج على طول في ظهر مودريتش، هنا فينيسيوس هيخش هيحاول ان هو يتصرف لان ديانج مرمي على مودريتش، هيخش فينيسيوس ما بين اربعه، الكوره هتتاخد. ودي كانت الفكره بتاعه العزل. طب انا هضرب ريال مدريد ازاي؟ هنا الكره بقى الشناوي هيلعب الايد ورجل بتاعته فين؟ على هاني على طول ناحيه اليمين في ظهر فينيسيوس. ماشي بقى الكره، عمل ال1 2 هاني مع حسين الشحات، بص هاني وصل هنا لحد جوه منطقه الجزاء. ثانيه واحده بقى التكنيك، معانا مدرب عامل والدنيا جميله وبننجح ووصلنا لحد هنا مع ريال مدريد، خطوه ورا يا شريف، خطوه ورا، ده خطوه صاحب الخط. خطوه ورا الكابتن مدحت شلبي، اصل انا يعني انا مش هينفع خطوه ورا عشان نقول برافو عليك، هعمل لك باك باس، ما انت طول ما انت مش شايفني انا مش شايفك، حرام عليك يا روديجر. بيني وبينك انا، انت مش شايفني، انت مش شايف هاني، فهاني مش شايفك، مش عارف يعديها. فهنا التكنيك بقى، خطوه لورا تك جول، ماشي اتخطفت طبعا. شوف بقى نمشي الهجمه على طول، حتى في السكند بول عبد المنعم هيلمس على طول لمين؟ لحسين الشحات. هنا الموقف المطلوب بقى، انا عايزك واحد على واحد، مش شرط تتفوق على كامافينجا، بس هحطك واحد على واحد. فجت التسديده دي بتاعت الاهلي. نمشي بقى الهجمات معانا على طول، لان هنا نفس القصه، حمدي فتحي لعب على طول لحسين الشحات، خد ضربه الجزاء من موقف واحد على واحد. حمدي فتحي لحسين الشحات، هنمشي كره، العب بقى بالعرض، هنا قفشه. التكنيك يا جماعه، التكنيك جون ده يا جماعه، ده جون جون، لان في تكتيك انا جايبها لك بقى، بص هنا من القعده دي، في تكتيك اللي وصلك لحد هنا، وفي تكنيك ده بتاع اللعيب، جسمك اصلا غلط. وبص الكره هتتشط بيها ابراهيم، هات بقى الفريم اللي بعديه، بقصبه الرجل مش بوش رجلك، ما لبستش مش بوش رجلك. فانت تخيل لو لبست كره الاثنين اتنين دي جول، كره الاثنين اتنين جول دي ما فيهاش. فانت عندك مدرب اشتغل وصل، مدرب شجاع. الاهلي بقى له فتره ما عندوش مدرب او الشجاعه والجراه قدام ريال مدريد كانت مطلوبه. طيب اخر حاجه، طب ليه الاهلي خسر اربعه طالما عامل الجيم ده؟ نرجع بس يا جماعه ثانيه واحده بس، اللقطتين دول من الاول، ليه خسر طالما عامل الجيم ده؟ عماره قال لي كلمه قبل المباراه، انا بشوفها هي تلخيص القصه. حجم الخطا مع ريال مدريد، انت مش محتاج تخطئ، حجم الخطا. ماشي بقى نجيب الصور دي تاني سريعا عشان نشوف مودريتش لما مش محتاج تعمل كارثه، محتاج تعمل حاجه صغننه، انت هتسيب مودريتش في ياردتين، ما هي دي مصيبه اصلا. ماشي بقى فينيسيوس لاعب لمين؟ لمودريتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا ليك، الموضوع انتهى. هنشوف بقى القعدتين اللي ورا عشان بس انا مش عايز مودريتش الراجل اللي هو اللي في الدايرة ابو جزمة خضرة ده اللي هيستلم. ماشي بقى كده استلم، خلاص خلصت. هو انت مدي لمودريتش دايرة نص قطرها 4 سنتي؟ ما ينفع. بص هنا، بص يا ابراهيم، خلاص الزاوية مفتوحة، خلاص خلصت خلصت. فهنا بقى فرق الكواليتي، فرق التكنيك، ان مودريتش لما جات له حطها هي واحده، روح يا حبيبي جيب جون. الناحيه الثانيه انا محتاج لسه اخد خطوه، انا محتاج لسه اشوط بقى، لسه عندي تفاصيل ما كملتش بالظبط، لسه ما استوتش بس. فانت خسرت اربعه، مش لعبت ماتش وحش، فرق كواليتي، دي حاجه بتاعت ربنا وتفاصيل. وتاسيس، اسس بقى.
انا عارف ان انت عايز تتكلم. لا 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 عادي. بس زي ما انت عارف ان كلام عظيم. زي ما انا عارف ان انت عارف ان انت عارف نتكلم فين. اه كلنا عارفين. وانا عارف على فكره. كلنا عارفين ان احنا لازم نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. طيب على الهاشتاج بتاعنا جمهور الثالثه، انت كولر حط التشكيله المناسبه من وجهه نظرك للقاء الاهلي امام فلامينجو. انت كولر تفضل الاهلي يبدا تشكيل فلامينجو او يبدا لقاء فلامينجو باي تشكيل؟ شاركنا بتشكيلك الاساسي في فقره دكاتره التحليل. هتحط التشكيل بتاعك تحت الهاشتاج بتاعنا اللي هو جمهور الثالثه. عماره اتفضل نخش في الموضوع. نخش في الموضوع على طول. بشوف مباراه ريال مدريد زي ما نفس الكلام اللي احنا مقتنعين بيه كلنا. الاهلي قدم مباراه كبيره جدا، عمل ماتش كبير فعلا. انا شفتها شبه يعني فيها حاجات كتير بقرب الملحمه في بعض المواقف تحديدا يعني. وهقول لك انا قلت كده ليه. ليه بقول كده؟ عشان هنحط العنوان العريض، كيف استفاد الاهلي من مواجهه ريال مدريد. انت لما داخل المباراه بتاعت ريال مدريد دي داخل عايز تعمل ايه؟ كلنا قلنا وكلنا اجمعنا الاهلي يلعب مباراه للتاريخ. الاهلي يقدم نفسه قدام العالم كله، قدام اعظم فريق في كل حاجه. وهعيد نفس الجمله، حجم الخطا قصاد ريال مدريد. بس انت هو تاني، انت هتبص على النتيجه من ماتش ريال مدريد. ما هو لو انت هتبص على النتيجه وانت باني الجمهور نفسه وبادئ مع المدير الفني ومجلس الاداره ان انت بص على النتيجه، لعب ماتش مقفول واخسر 1-0. ده الاداء المشرف لو انت عايز ده. بس هو الراجل مارسيل كولر اكتر واحد ياخد اشاده في مباراه ريال مدريد، ده حقيقي، عشان كان شجاع جدا. كان عايز يجرب لعيبته، كان عايز يجرب الاهلي في الليفل ده. ماشي، يعني انا هبدا بالنقطه دي تحديدا، محاولات الضغط على الخصم، ودي الاحصائيه اللي هتبين لك الاهلي تفوق في ايه. الاهلي عمل ايه؟ انا عشان انا عندي حاجتين هتكلم عليهم. بناء اللعب، عشان كده حتى كولر نفسه زعلان من الاخطاء. يعني هي الاخطاء اللي وصلتك لنتيجه لم تكن معبره عن المباراه. يعني انا حتى كنت اشوف ان المباراه لو خلصت عند 2-1 خلاص، يعني اقفل على كده يعني بقى. بس انا هقول لك على نقطه يا ابراهيم مهمه جدا. الفكره كلها مش في 2-1 ولا 3-1 و4-1. اللي كسبوا الاهلي من المباراه دي واللي اتكلمت عليه صحف اسبانيا واتكلموا عليه محللين في الشرينجت وفي كل في اسبانيا، ان هم لا، ده الاهلي بيلعب كوره، ده الاهلي يا جماعه فرقه كويسه، مش فرقه وحش. بالعكس، ده احرجوا ريال مدريد في بعض لحظات المباراه، كانوا قريبين، كان ممكن، لان في الاخر 90 دقيقه مفيش حد اكبر من حد، في كل حاجه وارده. فلما انت توصل لليفل ده، واللي عجبني شخصيه كولر كمان، انت جاي لك هدفين في توقيتين اسوأ ما يكون في الكوره، صح، في اخر الشوط الاولاني في اول الشوط الثاني. انت ردت فعلك كانت ايه؟ هل الاهلي رجع لورا واكتفى بال 2-0 خلاص كده يا جماعه حلو كده؟ لا خالص. الاهلي رجع وكان بيرسك وكان بيخاطر. ليه؟ عشان يلعب، ما عندكش حاجه تخسرها. صحيح. غامر. طيب يلا بنخش على محاولات الضغط على الخصم. 228 من ريال مدريد، 361. الاهلي كان بيضغط على ريال مدريد، وده كان اسلوب لعب لكولر اساسي اصيل. ضغط تحول الى مرتدات، الاهلي متفوق، ال 75 للاهلي مقابل 66 ريال مدريد. الفوز بالكرات الثانيه 61 وسط 57، طبيعي ريال مدريد اعلى من الاهلي في كل الامكانيات وفي كل حاجه. بس انت قدرت تعمل ايه بالحاجات دي؟ ده اللي انت عملته. هاجي لك بقى للنقطه الاساسيه. اهم معركه بتحصل في كل الماتشات اللي بنشوفها بره هي معركه البيلد اب او بناء اللعب. شوف ماتش السيتي وليفربول، اكتر حاجه وموقف بيتكرر، هتطلع مني بالكرة ازاي؟ انا بضغط عليك عالي وانت عايز تطلع بالكرة. هتطلع مني ازاي؟ واللي بيطلع بيعرف يهدد. ده اللي احنا بنشوفه بره. بتبقى المعركة البيلد اب معروفة في كل الماتشات الكبيرة. يلا. كولر لعب المباراة دي معركة البيلد اب، هي بينت اخطاء كتير للنادي الاهلي. لان الاهلي مش في ما بيختبرش المستوى ده من الضغط عليه يعني. بالعكس، هو عايز يختبر مستوى لعيبه الاهلي في اعلى ليفل. طب انا هبيلد اب قصاد ريال مدريد وهشوف. متولي بيلعب لمحمد هاني، نفس اللقطه اللي احنا اتكلمنا عليها في الجبهه اليمنى تحديدا، بس المره دي كان مقطوع عليه. كامافينجا رحت، كل هجمات ريال مدريد في الشوط الاولاني هي اخطاء من البيلد اب، بس اخطاء حميده انا بشوفها كده. لان كولر باني القصه في النقطه دي، تعالوا نجرب نلعب البيلد اب بتاعنا، مش عايز العب كرات طوليه، انا عايز افضل امرن اللعيبه على النقطه دي. لو رجعنا لقطه معلول دي تاني، محمد هاني بينقل الكره لمعلول، ناتشو كان صاحي قطع الكوره، ردت بهجمه ريال مدريد برده نفس الكوره. كمل، بص معدل الدقائق دي الدقيقه 22، الدقيقه 27، هل الاهلي بعد الكورتين الخطرتين دول اكتفى؟ لا، ما اكتفاش، هو مكمل بنفس اسلوب اللعب برضه. بيلد اب، قطعت منه الكوره راحت لفينيسيوس،
هنا دي هي دي نقطه بس زي ما احنا عشان دي نقطه مهمه جدا حجم الخطا. بص هنا السوليه ما ينفعش يفكر مرتين لازم لما تجيلك من متولي تبقى عارف هتودي الكره فين على طول. اول بص ورا كروس شماله فينيسيوس دخل يمين خلصت خلاص ادي حجم الخطا. راحت الكوره من فينيسيوس بقت الكوره اللي جت في العارضه من رودريجو واحد لواحد على طول خطر. نكمل بالحالات معانا نفس الفكره نجري فيها على طول. بص كل دي حاولنا للضغط بقى نرجع بس فريم ثانيه واحده ده التفوق بتاع مدريد في البيلد اب بتاع الاهلي. ولو شفنا في الشوط الثاني الاهلي تفوق وراح من محمد هاني الكره اللي جت منها ضربه الجزاء من بيلد اب الاهلي عمل ده حتى في الشوط الثاني ودي نقطه تحسب له جدا. طب الحاجات اللي تفوق فيها الاهلي الضغط على لعيبه ريال مدريد. كل هجوم الاهلي الاساسي او الهجمات الخطيره جت من الضغط على لعيبه ريال مدريد. هنا محمد شريف بيضغط بيودي لديانج يديها لعبد القادر راحت الكوره خلاص عملت موقف واحد لواحد من روديجر وعبد القادر. ده اللي جاي بقى كواليتي لعيب مواقف فرديه يعرف يعملها ولا لا. صحيح. بص نفس الكوره توني كروس مين اللي قطع. إذن الاهلي نجح في الضغط على ريال مدريد ولكنه لم يكن موفقا في التركيز لحد الثواني الاخيره من المباراه. عندي بس حاجه سريعه بقى. سريعه جدا 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 احصائيه واحده الاهلي عنده مدافع كبير جدا اسمه محمد عبد المنعم لازم ياخد حقه في المباراه دي بصراحه. استخلاص الكره 12 اكتر لعيب استخلص كره في المباراه كلها. دقه التمرير 93% قصاد ريال مدريد ومش كلها جانبيه لان اللي بعديها بتقول لك ان عمل 14 تمريره كسر خط منهم 12 صحيحه ودي نقطه مهمه جدا في حجم الضغط اللي انا وريته لك. الفوز بالالتحامات الهوائيه 3 اكتر لعيب في المباراه خد كرات عاليه ودي نقطه مهمه جدا. قطع الكره 5 الاكثر في المباراه مش في على الفرقتين. اخر حاجه الفوز بكرات ثانيه 8 هو الثاني في الاهلي. عمل مباراه كبيره جدا مدافع كبير جدا اتولد كبير لازم يتبني عليه وشخصيته حتى كمان شخصيته في الملعب بوقفته بـ 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 برجولته بالحته اللي احنا دايما بنتكلم انه عارف قيمه الاهلي كانت واضحه. فانا بشكرك على الاحصائيه ديت يا استاذ عماره. طيب خلينا نشوف الناس قالت ايه بسرعه كده في التشكيله. محمود ابراهيم تشكيله الاهلي قال لك شناوي معلول عبد المنعم متولي هاني حمدي ديانج قفشه الشحات عبد القادر بيرسيتا في حمدي بيقول عمر حمدي بيقول الشناوي معلول عبد المنعم ياسر هاني السليه حمدي فتحي طاهر قفشه تاو وكهربا عبد الرحمن بيقول علي معلول ياسر ابراهيم عبد المنعم هاني حمدي السليه مروان عطيه طاهر بيرسي تاو وحسين الشحات كمان في ميدو بيقول هاني متولي عبد المنعم معلول حمدي فتحي ديانج مروان عطيه طاهر تاو وكهربا. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا كيف يواجه الاهلي فلامينجو في لقاء الغد اللي هنعرفه مع عمر عبد الله ومحمد عماره. خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم وصلنا ليه الفقره الاخيره هنحلل الاداء اسمه ايه؟ فلامينجو. ايوه كده اظبط. شفت الثقه بقولها ازاي؟ ولا في هرقنا عمل لك ديلي ثانيتين كده احسن ايه؟ الكعبله دي خبيت بس كنت هقول هرقنا فلامينجو اتفضل يا سيدي في الفاصل ما خلصت علينا فلامينجو خفت اتكعبل فيها والله بس تمام يعني فلامينجو بقى البرازيلي يلا بينا. طيب طبعا في الاول وفي الاخر هو بطل كوبا ليبرتادورس الهزيمة امام الهلال عن جدارة واستحقاق للهلال السعودي لكن ما ينفعش الاهلي يخش المباراة باي نوع من الاستهانة. طيب انا عايز اربط ده بمباراة ريال مدريد. ليه مباراة ريال مدريد؟ احنا جبنا ان مارسيل كولر ما تتمطعش قوي في الكلام ده لا انا اهو داس على طول. ليه بقى ريال مدريد؟ عشان مارسيل كولر درس ريال مدريد لعب على نقطة الضعف اللي في ريال مدريد. فتعالى نشوف بالصور سريعا كده فلامينجو بيلعب ازاي وايه نقط الضعف اللي عنده. يلا بينا. تمام. اولا الفريق بيلعب بطريقه ما بين اتنين يا اما 4-2-3-1 يا اما 4-4-2 فلات صريح. الفريق بيعتمد هجوميا على الثنائي بيدرو راجل رقم 9 وجابرييل باربوسا اللي بيطلق عليه جابي جول وده واحد من اللعيبه القدام جدا في الفريق مش قدام في السن لكن هو من اللعيبه اللي كان ليهم مستقبل باهر وراح انتر ورجع تاني وقصه كده. لكن وعندهم طبعا على فكره اللعيب الخبير طبعا عماره اكتر واحد يعرفه ديفيد لويس قلب الدفاع قلب الدفاع. تمام. الفكره فين عندهم نشوف ده تشكيلهم على فكره في هرجع بس تشكيل الفات ده كان تشكيلهم قدام بالميراس في كاس السوبر البرازيلي
اخر المباراه اللي قبل الاخيره قبل ما يجوا كاس العالم للانديه كانت يوم 28 يناير. شوف التشكيل اللي بعد كده كان تشكيلهم قدام الهلال نفس مجموعه اللاعبين هي هي، بس غير الظهير الايمن وخلاه ماتيوزينيو لاعب رقم 34 بدل فاريلا اللي كان بيلعب المباراه اللي قبلها. طب ليه انا ركزت على الراجل ده؟ عشان هنلاقي هنا اكبر ثغره عند فلامينجو. الناحيه الهجوميه عندهم قويه جدا بثنائي بيدرو وباربوسا، لكن الناحيه الدفاعيه تعال نشوف بالحالات ازاي ده بيحصل. دي مباراه بالميرس. لا هو الترتيب مش مظبوط بس تمام، يعني خلينا نقول ان هو دايما، خلينا نرجع تاني بقى ترتيب الهلال وترتيب مباراه الهلال. الفريق ده عنده مشكله دايما في الناحيه اليمين بتاعته، الهاف سبيس اللي ما بين الظهير وما بين قلب الدفاع دايما بتبقى مخترقه. اي فريق بيلاعب فلامينجو بيروح يجمع لعب ناحيه اليمين بتاعته وينقلها ناحيه الشمال بتاعته اللي هي يمين فلامينجو عشان بيبقى فيه الثغره دي دايما، فبالتالي بيتخلق دايما دايما على طول موقف واحد على واحد على ديفيد لويس. ده اللي انتج ضربه الجزاء الاولى لما الراجل انفرد فيتو بنفرد بحارس المرمى، انتج ضربه الجزاء الثانيه لما الراجل راح واحد على واحد على ديفيد لويس، وبالتالي الهدفين كانوا من ناحيه اليمين. وفي المفروض ان الكلام ده يعني معانا هنا في الحالات ده خلاص كده كل سنه طيب تمام، بس هي الصور تاهت يعني. ماشي. وفي مباراه بالميراس ثلاث اهداف من الاربعه اللي استقبلهم كانوا من نفس الجمله جمع ناحيه. طيب يبقى الاهلي محتاج يعمل ايه؟ الاهلي محتاج انه هيلعب بنفس النهج اللي هو لعب بيه قدام ريال مدريد. تعرف الثغره فين؟ انا في رايي عشان تخبط الفريق ده او تضربه في نقطه ضعفه، انت محتاج تلعب بالطريقه اللي لعبت بيها قدام الزمالك، ان انت عندك لعيب ثالث هيعمل ستريتش، اللعيب الجناح بتاعك هيعمل ستريتش الملعب ولعيب يخترق من العمق. ما تلعبش 4 2 3 1، 4 3 3 انا بشوف ان هي مباراه ثلاثي الوسط ديانج حمدي فتحي عمرو السولي. عمر نقطه ضعف واضحه في فلامينجو، ما تسيبوش يحضر، اضغط عليه طول ما انت بتضغط عليه هيغلط، لان الهلال عمل كده واجاد جدا جدا. طول ما انت بتوديه نص ملعبك في خطوره كبيره جدا على الرباعي الامامي اللي اتكلم عليه عمر، كلها لعيبه امريكا الجنوبيه تحديدا في الواحد لواحد اقوياء جدا. دي نفس التشكيل نخش على طول على الحالات لو مكملين. بص هي دي من اول دقيقه، بص الهلال بيضغط بكام لعيب، 1 2 3 4 لما يفتح لك الكادر هو اربع لعيبه. انا بودي على الباك الشمال على طول، بص الهلال كل لعيب ممسوك مش هخليك تطلع بالكوره من الناحيه دي، وهم عشان عايزين يطلعوا بالكوره بالشكل بتاعهم الطبيعي البيلد اب بتاعه مش عارف يعمل ايه، فراح لعب الكوره العاليه، خد على طول الهلال، عارف اتصرف على طول بالكوره، ماريجا واحده للشانو فيتو جوه جاب ضربه الجزاء. طب الهدف الثالث نفس الطريقه، انا بضغط على لعيبه فلامينجو ما اخليهمش اديهمش المساحه ان هم يوصلوا لنص ملعبي، لازم اعمل كده. ضغطت على لعيب رقم خمسه، كوره مش افضل حاجه بالنسبه له، اخدت الكوره من الهلال عملت نفس الحاجه وجبت الهدف الثالث. دي نقطه مهمه جدا. طب نقطه القوه الاساسيه ايفرتون ريبيرو اللي هو الجناح اليمين رقم سبعه ده واحد من اللعيبه المهمه جدا اللي بيطلعهم بالكوره. انا ما استناش ادي المساحه، بص لو اديت المساحه في الحته دي وضغطت بالنص ملعبي عشان انا متقدم، بس بص رقم سبعه فين؟ هو اللي طلعهم من الناحيه دي ودخل نص الملعب، هيجي يستلم هنا عند حدود منطقه الجزاء، ده اكتر لعيب ينزل يستلم، هم الاطراف عامه تحديدا رقم سبعه ورقم 14 راسكاتيا اللي هو لعيب منتخب اورجواي، الاثنين دول لعيبه كوره، فهي لو نزل عشان يطلعك بالكوره هيعمل لك خطوره ويجيب الهدف زي ما انت شفت كده في الصور. النقطه الاساسيه اضغط عليهم من قدام، ما تخافش منهم لان الاهلي مش هيخاف، الاهلي لعب بشجاعه كبيره جدا قصاد مدريد فبقى عنده الجراه ان هو يلعب بده، فانت ند الفلامينجو لو ضغطت عليه هيغلط وتعرف في فوارق تخف. كبيره ما بين الاهلي وفلامينجو؟ لا الفوارق الطبيعيه ما بين المدرسه البرازيليه والمدرسه الافريقيه، يعني ما بين البرازيل وما بين مصر، لكن على ارض الملعب وتكتيكيا انا بشوف الاهلي كسب بالميراس على فكره من سنتين وخد الثالث على حسابه، وانا بشوف ان هي المباراه في عادي في المتناول 50 50 الرباعي الامامي. في فوارق كبيره بين الرباعي هنا والرباعي هنا الحته الهجوميه. لا انت بتتكلم فرديا ولا كفريق؟ كفريق. لا كفريق مفيش، انا بشوف ان الفرقتين 50 50 لكن الفوارق الفرديه هو ده اللي كنت اقصده بان الفرق ما بين المدرسه البرازيليه التكنيك بتاع اللعيب. متفق معاك. المجموعه الهجوميه عندهم اقوى من المجموعه الهجوميه. المجموعه اللي قدام لو اديتهم المساحه على حدود منطقه جزاء الاهلي هيبقى في خطوره كبيره. لازم يبقى في شغل ما يوصلوش الملعب كمان. بالظبط. عشان كده هي مباراه وسط الملعب في الضغط على فلامينجو واستغلال الثغره بتاعت الظهير الايمن. صحيح. عمر بشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز المتالق دائما يا هجينيوس، شرفتنا ونورتنا. عمر بشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز المتالق ايضا، شاكرين على الارقام والاحصائيات. حبيبي انا تحت، شرفتنا ونورتنا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كل تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي
ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون عندنا بكره احتفاليه حلوه بقى للاهلي بعد فوزه ان شاء الله في مباراته امام فلامينجو. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.